عمان محلل أسواق مالية في إيكوتي جروب الأستاذ سركيس نزار. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذا لاحظنا بالأمس ارتفاع عوائد السندات لمختلف الأجيال لدى الدولار، إذا كيف يؤثر على مؤشر الدولار وكيف أثر أيضا على أسعار الذهب؟ صباح الخير. صباح بالفعل خير. ارتفعت عوائد السندات الأمريكية يوم أمس إلى أعلى مستويات منذ عامين، حتى أننا شاهدنا ارتفاع عوائد السندات أمد استحقاق 10 سنوات إلى مستويات 1.89%. هذا الارتفاع الكبير في عوائد السندات يعكس توقعات الأسواق ويظهرها بأن الأسواق المالية والمتداولون والمحللون يتوقعون أن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل أو الذي بعده على أقصى تقدير. هذا بالتالي يظهر لنا احتمالات جيدة قد تفوق 97% أن يتم رفع الفائدة في شهر 3 المقبل. هذا أكسب الدولار الأمريكي قوة خلال تداولات يوم أمس، خصوصا وقد لاحظنا انخفاض في مؤشرات الأسهم الأمريكية وقام المتداولون بجني الأرباح، وجني الأرباح يفيد الدولار لأنه عندما يتم بيع الأسهم يتوجه المتداولون لشراء النقد، وفي الولايات المتحدة النقد هو الدولار الأمريكي ليرتفع مقابل سلة من العملات. ومع ارتفاع الدولار لاحظنا أيضا ضغوط على أسعار الذهب، رغم أننا شهدنا ارتفاع في أسعار الفضة يوم أمس يتم تداول سعر الأونصة للفضة فوق 23 دولار للأونصة الواحدة، إلا أن أسعار الذهب واجهت يوم أمس ضغط هابط مترافق مع ارتفاع الدولار إلى جانب الارتفاع في عوائد السندات الأمريكية مع توقعات الفيدرالي الأمريكي بأن يرفع الفائدة. نعم، إذا أيضا لاحظنا لدى الجنيه الاسترليني والين الياباني هذه العملات تتذبذب بشكل ملحوظ مع يعني التطورات التي تحدث على مؤشر الدولار وعلى أسعار الدولار لدى أسواق العملات، يعني كيف تصف حركة الجنيه الاسترليني وأيضا الين الياباني؟ بالنسبة للجنيه الاسترليني يوم أمس انخفض مع الارتفاع الملموس الذي شهده الدولار الأمريكي، لكن هذا اليوم حاول الجنيه الاسترليني الارتفاع مقابل الدولار، بل إن الجنيه الاسترليني ارتفع مقابل العديد من العملات الأخرى، وذلك بعدما صدرت بيانات التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، حيث أن المؤشر ارتفع إلى 5.4% ليظهر ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم خلال العام الماضي 2021، وهذا ما ساهم في زيادة توقعات أن يستمر بنك إنجلترا المركزي برفع الفائدة، مما أكسب الجنيه الاسترليني اليوم بعض الاتجاهات الصاعدة أمام الدولار وغيره أيضا من العملات. أما بالنسبة للين الياباني فمن الجيد ملاحظة أن الين الياباني يتأثر في حالة الثقة في أسواق الأسهم والعائد المرتفع، ومع الانخفاض الذي تعرضت له مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم اكتسب الين الياباني قوة لأن المتداولون يبيعون الأصول من أسواق الأسهم الآسيوية ويتوجهون نحو الين الياباني الذي يعتبر بعض الشيء ملاذا آمنا وكذلك عملة تصفية مراكز مالية. نعم أستاذ سركيس، فيما يتعلق بالليرة التركية نستطيع القول بأنها هي الأكثر جدلا خلال هذه الفترة في ظل معاكسة التيار فيما يتعلق بأسعار الفائدة من رفع أسعار الفائدة أو تخفيضها مع معدلات تضخم مرتفعة. إذا تصريحات بالأمس للرئيس التركي حول أسعار أو سعر الليرة مقابل الدولار، كيف تصف أيضا الثبات وحالة التذبذب في أسعار الليرة التركية؟ الآن المتداولون بالفعل يراقبون كيف ستتصرف حكومة تركيا وكذلك البنك المركزي التركي للحد من ارتفاعات التضخم التي وصلت لأكثر من 30% ويرافق ذلك معدلات بطالة أعلى من 11%. الآن عندما يتم النظر إلى معدلات التضخم والبطالة سنلاحظ بأن هنالك مؤشرات الرفاهية في وضع سيء جدا في تركيا بالنسبة للمستهلكين، بالتالي المتداولون والمراقبون لاقتصاد تركيا يراقبون تحديدا كيف ستقوم حكومة تركيا بالحد من انخفاضات الليرة التركية، فرغم من الارتفاع الذي شهدته الليرة التركية بعد أن لمست 18 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، لكنها عند أسعار اليوم حول 13.60 ليرة للدولار الأمريكي الواحد تعتبر مستويات أيضا منخفضة جدا من مستويات حول 7 ليرات لكل دولار كانت خلال العام الماضي. فبالتالي الليرة التركية حاليا ما تزال في مستويات منخفضة نسبيا لأن البنك المركزي التركي
وبحسب قوانين الاقتصاد يجب أن يشدد السياسة النقدية، وإذا لم يقم بذلك فهناك تهديد من بقاء التضخم مرتفع، وبالتالي قد تبقى الضغوط السلبية على الليرة التركية ما لم يتم اتخاذ إجراءات مباشرة مالية حكومية أو نقدية من البنك المركزي التركي مباشرة. نعم، محلل أسواق مالية في إيكوتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.